يسعى، لكن هو دائما يسعى لاقتناص اي فرصه. مباراه حياته وموت، بندفع بشوف اللي اقدر اسويه. لا، صعب انه هو يندفع، صعب انه هو صافرة موجودة وخطة لمصلحة نادي الخور من الجهة اليمنى، عرضية ملعوبة داخل منطقة الجزاء، لكن أيضا في التوقيت المناسب التدخل يأتي والإبعاد في اللقطة لمصلحة هلال محمد. أمامية ملعوبة من هلال، تياغو أبعدت من أمام البرازيلي، صافرة موجودة وخطأ، والخطأ لمصلحة هذا الرجل وهذا المدافع الدولي الأردني أنس بني ياسين. هنا التدخل اللي كان موجود والخطأ اللي كان على لوكي على تياغو، ولمصلحة أنس بني ياسين. أنس بني ياسين الدولي الأردني، رجل صاحب 31 سنة، واللاعب الذي لعب لمنتخب بلاده 105 مباريات دولية، رقم كبير جدا على مستوى الخبرة وعلى مستوى التمرس وعلى مستوى الضغوطات. وفي الجانب وصلت بعد ذلك إلى داخل منطقة الجزاء بالكعب، مثالية جدا، مرت الخطة الماضية وأبعدت من أمام حمود. الكرة كانت بأقدام من؟ عن طريق اللاعب هلال محمد. بعد تجربة قصيرة بالمقابل، هذا الرجل منع التألق مع نادي الجيش وتحول بعد ذلك إلى أن يكون حاضرا بقميص نادي القائد هاتن علي في التوقيت المناسب. رأسية بعد ذلك أبعدت من الدولي الأردني أنس بني ياسين، وصلت في الجهة اليمنى، عرضية داخل منطقة الجزاء، التصدي من أنس بني ياسين. بني ياسين في هذا الجانب، ومالكي في الجانب الآخر، أردني في هذا الجانب، لبناني في الجانب الآخر، على مستوى خط دفاع نادي الخور وخط دفاع نادي الملخية. أحدهم سيلعب الانتخابات بعد يومين من الآن، بعد 3 أيام من الآن. الوضعية حتى الآن في النادي العربي ليست كما ينبغي، وبالتالي الأمور ربما ننتظر من خلال الكثير والكثير خلال اليومين القادمين قبل الموعد المحدد للانتخابات. كان اللعب في كل الدول الخليجية. محاولة خطيرة الآن من أجل التعادل، ملعوبة الكرة الماضية، لكن أيضا تغطية وإبعاد لا زالت مستمرة. دقيقة أخيرة، إما أن يحافظ الخور على نتيجة المباراة ويضاعفها إذا ما أراد البقاء بين الكبار، أو حتى في الجانب المقابل المرخية أمام 15 دقيقة على أساس أنه يستعيد مرة أخرى أمل في الأضواء في الموسم القادم. الوضعية إلى الآن لمصلحة الخور بهدف مقابل لا شيء.